طلب النائب العام المصري تجميد أرصدة الرئيس المتنحي حسني مبارك وكافة أفراد أسرته في وقت شهدت حكومة تسيير الأعمال تعديلا واسعا، حيث ضمت عددا كبيرا من المعارضة والمستقلين لتتحول إلى حكومة ائتلافية. تقرير شريف فؤاد من القاهرة. فيما لوح ائتلاف شباب ثورة 25 من يناير بمسيرة مليونية للمطالبة بحكومة انتقالية من التكنوقراط، تم الإعلان عن تغييرات واسعة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق، وضمت ممثلين عن حزبي الوفد والتجمع المعارضين وبعض المستقلين لتتحول إلى حكومة ائتلاف وطني بعد استبعاد معظم رموز الحزب الوطني، وهو ما قوبل بقدر من الارتياح مصحوبا برغبة في تغيير أوسع ليشمل حقائب مثل الخارجية والعدل. وإن رأى المسؤولون أن ملفات مهمة يحملها وزراء قد لا يكون من المناسب تغييرهم في الوقت الراهن. الطلب الأساسي هو أن الحكومة فاقدة الشرعية، العينها النظام الذي أسقطناه وهو نظام مبارك، يجب أن تختفي أو رئيسها على الأقل، يجب أن يتم إقالته وتعيين رئيس حكومة جديد، وهذه الحكومة هي التي معنية بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق مصالحة وطنية بين أطياف الشعب المصري، عقد لقاء بين عدد من قيادات الشرطة وشباب ثورة 25 من يناير، شدد فيه الطرفان على أهمية التسامح وبدء صفحة جديدة بعد الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر. كما توصلت الحياة الطبيعية إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي، وفتحت بعض المزارات السياحية أمام الأجانب والمصريين، وشهدت إقبالا كبيرا يوحي بعودة الاستقرار في ظل تواجد مكثف لرجال الشرطة مع القوات المسلحة.